ذاك الذي من نوره كون أضاء بثاره والكل صلى بذكره صلوا عليه وآله. هو الشفيع وهو الحبيب المصطفى صلوا عليه. لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا عند هذا الوادي وفي مكان هذا المسجد. كانت هذه الكلمات الصعبة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصحابته الكرام. هنا في هذا المكان المبارك كانت أعظم خطبة في تاريخ البشرية وأعظم ميثاق عرفته الإنسانية. هنا كان أحكم دستور وأضبط قانون. هنا كانت خطبة الوداع. دكتور محمود، في حجة الوداع خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبة عظيمة، فأين كانت هذه الخطبة؟ خطبة الوداع التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في حجته كانت في بطن وادي عرنة عند هذا المسجد، مسجد نمرة. في مكان هذا المسجد النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أشرقت شمس يوم عرفة وهو في منى خرج مع صحبه الميمون متجها إلى عرفات وسار من طريق ضب حتى وصل إلى جبل نمرة. جبل نمرة وليس مسجد نمرة. وسمي هذا المسجد باسم ذلك الجبل. الجبل لم يكن هناك مسجد فعلا. لم يكن هناك مسجد. وهذا الجبل في الطرف الغربي من وادي عرنة وطرفه في الحرم، فضربت له قبة هناك وقد وصل إلى هذا المكان ضحا، فنزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى زالت الشمس، ثم ركب ناقته القصواء وأتى بطن هذا الوادي، ثم قال: يا بلال استنصت الناس. بني بعد ذلك في منتصف القرن الثاني الهجري مسجدا في المكان الذي خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم خطبته الشهيرة والتي عرفت بعد ذلك بخطبة الوداع، وصلى فيه صلاة الظهر والعصر جمعاً وقصراً. بني في ذلك الوقت مسجد، ثم بعد ذلك اهتم الأمراء والسلاطين والخلفاء عبر التاريخ فتم توسيعته، وآخر توسعة هذه في العهد السعودي أعظم وأكبر توسعة تمت لهذا المسجد، ويعتبر ثاني مسجد في مكة المكرمة من حيث المساحة، حيث يبلغ استيعابه 350 ألف مصلي على مساحة 110 ألف متر مربع. هذا المسجد هو الذي حفظ لنا مكان خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته في يوم عرفة عليه الصلاة والسلام. في خطبة الوداع كانت هناك العديد من الوصايا التي كانت كوصايا مودع من حبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن هذه الوصايا وصيته بالنساء، فقال: اتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا. وقد جاءت الكثير من الآيات في سورة النساء والطلاق والتحريم تؤكد وجوب رعاية المرأة أماً وزوجة وأختاً وبنت، فقال سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. فكيف يتهم الإسلام بظلم المرأة وقائد هذه الأمة يكرر وصيته بالنساء؟ تأملت حبيبنا الشيخ فهد في خطبة الوداع ونحن هنا في هذا المكان، وتذكرت كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: استنصت الناس يا بلال. فإذا بالجموع الغفيرة التي أتت من كل أطراف الجزيرة العربية تأم رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقتدي به، أحاطت حوله، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهم: أيها الناس اسمعوا قولي فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. وهي أعظم كلمة وداع قيلت في التاريخ من خير الخلق لصحابة قد لم يكن يرونه إلا منذ أيام، فكانت كلمة جدا مؤلمة، فأصاخت له المسامع وشربت له الأعناق وخفقت بحبه القلوب،
كلهم ينتظرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لهم. النبي عليه الصلاة والسلام يوصي أمته بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ثم بعد ذلك طلب منهم أن يستشهدهم الشهادة المطلوبة، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فيقول: أما إنكم تسألون عني فماذا أنتم قائلون. في هذا المكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد مرور 23 سنة من الدعوة والجهاد والاجتهاد والصبر والابتلاء أخرج من بلده وهي أحب الأرض إلى الله، وقوتل في بدر، وأصيب في أحد، كسرت رباعيته وشج رأسه، سال الدم على وجهه، حوصر في الخندق وجاع حتى ربط على بطنه حجرين من الجوع، وقتل بعض أقاربه وصد عن البيت، كل ذلك في سبيل الله ومن أجل بلاغ هذه الرسالة. فإذا به في بعد هذه المدة كلها يستشهد أمته، فماذا سيقول الصحابة؟ قالوا: نشهد يا رسول الله بأنك قد بلغت وأديت ونصحت. فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه إلى السماء ثم ينكتها عليهم ويقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. المصطفى صلوا عليه. المصطفى صلوا عليه. من خطبة الوداع هذه كان التأثير الكبير على المسلمين عبر الزمن، دروس وعبر لا تنتهي من نور خطبة الوداع. وممن تأثر بها الدكتورة نور الهداية، التقينا معها في برمنغهام وتحدثنا عن أثر القدوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My name is Nunung Nurul Hidayah. I'm an associate professor in accounting at the University of Southampton. I did my PhD at Aston University in accounting. I was funded by Islamic Development Bank to pursue my PhD. And I'm also a mother of four children. Welcome to Birmingham, sir. Allah yahfazkum. Barakallahu fik. I was head of department in accounting at the University of Al Azhar, Indonesia. The university was founded by Al-Azhar University in Egypt. And then I was leading the department for about 5-6 years before I moved to England to pursue my PhD. دكتورة، خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع كان لها أثر كبير على حياتك. حدثيني بأي شيء تأثرت في هذه الخطبة. Think for me the most touching and the most related to me is when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talk about the role of a woman, and that man has right of a woman, but woman also has right in themselves. I think in this current situation with all fitna and everything, and then the increasing pressure for women to go out and perform and have bring impact to the society, I think the role of women is extremely important. And this whole society, I think the key point is at women and at the mother, at a sister, mom, because they are the vein of the society. They are the vein of Muslim society and Muslim civilization, I think. So women should be able to, you know, reach any opportunities for them to learn. Not only learning about the worldly matters, but also learning how to take their children, their family, going to the pathway of Allah. We need to encourage and increase the role of women to bring about impact to the society. As my role as an associate professor, I'm doing research and I'm engaging with the knowledge, how I link those knowledge to remembering other people to Allah, that everything given to us, including knowledge, is only little compared to the knowledge of Allah. That's the main thing. And secondly, to also give example to the younger generation, especially my own children. Allah. So how we can succeed outside, but we have dual role at home.
So because it's very to link it to the second role, now I think the main important thing we need to do is to strengthen the building block of the family, because this is, you know, go back to the Quran and the Sunnah of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. It is the family that becomes the most strong and important defense for the society. Subhanallah. انظر كيف أثرت خطبة الوداع على أختنا نور الهداية وكيف انتفعت بها. فهي قررت أن تشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الدين بتحقيق التوازن ما بين مسؤوليتها تجاه البيت واتجاه عملها. فهي خير مربية في بيتها، وهي قدوة وسفيرة لدينها في عملها. أي منصب تتقلده تجعله وسيلة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتذكير الناس بالله عز وجل. Life is not about gaining more. Life is about letting go. Because it's go back to my story earlier. I left Indonesia to study when I have already good have a good position. It's about letting go and asking ourselves, where am I now? What does Allah want me to do? That's one thing. Because letting go, we gain more in some way that we sometimes don't understand. Gaining more, it's not in this world, but the world after that is everlasting. دكتورة، بعد أن انتهيتي من دراستك هنا في بريطانيا قررت الاستقرار في بريطانيا هنا. أنا أعلم أن هذا قرار صعب جدا، ولكن كيف وجدت المسلمين في بريطانيا؟ I think first of all at the professional level I've seen many people misunderstood Muslim because of their behavior. So when I came, some of my colleagues and my supervisor at that time, "Oh Nurul, from you I saw different light of Muslim," because something that we don't remember, we are the ambassador of Islam. I was teaching in one of the universities in the UK. The biggest struggle was perhaps if I have four or five, Muslim students in the room, they started to behave differently because I was a woman standing in front of the class. Maybe if I was blonde and wearing short skirt, it would be a different situation. It was very different if I face non-Muslim students. They often feel so bad for them, and I feel so bad. How could they behave as such? It's not representing Islam. It's not representing the akhlaq or the example that Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam has given us. So I think this is something that wanted me to, as a woman at the professional level, I wanted to give example. المصطفى صلوا عليه. المصطفى صلوا عليه. بعد طفولتك في اندونيسيا وحياتك بين المساجد مع والدك تبارك الرحمن، الآن كيف تربين أبنائك في بريطانيا وفي هذا المجتمع على القيم الإسلامية؟ When I was little, and my husband as well, masjid is our playground. We pray in the masjid, we climb trees around the masjid. So masjid is where we grew up. My mom always brings stick. If it was adhan, everyone has to go out from the house. We have to go to the masjid. So, and that's when my children was little, it's fine. We can teach them at home. But as soon as they grow up and we can see the fitnah and everything, I said to my husband, we need to take them to the masjid. That's our role. And let Allah to take care of them the rest. Back in Indonesia, you know, we are, most of us Muslim. So we hear adhan, we go to the masjid. It's something that is within our own activities daily. But when I left Indonesia and stay in England, it's very different. For women, going to the masjid is not easy. I think working in the UK provided me a lot more time for my family. We can go to the masjid together. When, I take them to the masjid from the morning. Even my youngest Aisha, since she was four, we walk up to the masjid. In the morning, she said to me, "Look, mommy, this is so beautiful. What a shame of those who are sleeping. Because look, we are like walking in the star." It was snowing, so we walk up to the masjid. And I think, you know, everything where we are doesn't need to be here in the West.
just whether we connect ourselves to Allah or not. Yeah, that's the main thing. Yeah. To get my children to learn about Islam is not something easy here. We have to strive with the whole situation and everything. And it's you are part of them and they are part of you. In this crazy situation where fitna is everywhere, if I have two sons, if I just ask him, go to the masjid, and I don't go to the masjid, then why would you tell me to go, mom, when you yourself didn't even do it? So we just need to provide example and the best example, the closest example. كان الصحابة رضوان الله عليهم يربون أبنائهم بالقدوة، فإذا أرادوا تعليمهم شيء سبقوهم إلى تطبيقه ثم نصحوهم به، فجمعوا ما بين القول والفعل، فكانوا خير قدوة لمن بعدهم. وهذا الذي يجب علينا نحن اليوم كآباء وأمهات. So I think talking with our children, being there, giving them example. Me and my husband, we never ask my children to go sit down study. No, I never do that. I say to them, studying is enjoying. Allah. I enjoy my study and I want you to enjoy study. I never ask them to study. But the only thing is you have to maintain your salah. So recently my youngest daughter go to school and sometimes it's difficult to get with the winter like this. She bring sajadah and then she just pray outside the school. Because when we get home and then so many people, she doesn't can anymore. I was so proud of it. Because if our child don't care about anything else over there, just Allah the first thing. And I said to them, this is the iman, the sweetness of iman is something that we need to fight for and we need to maintain. I won't ask you anything apart from salah. هو رحمة للعالمين هو قدوة للسالكين هو رحمة للعالمين هو قدوة للسالكين والكون يشهد أنه الصادق البر الأمين. من أساليب الحكمة العظيمة التي كان يتبعها محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يخاطب الناس على قدر عقولهم ويتنوع معهم في أسلوب الكلام. فلما خاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغلام الصغير الذي مات له عصفور، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتلطف معه ويواسيه، فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ ولما تكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه ليدعوه للإسلام، قال: ما مثل خالد يجهل الإسلام، كان يمتدح عقله. لذلك خاطب الناس على قدر عقولهم، وكن كما كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وليكن قدوتك. أو تعلمون من هو ذاك الذي قلبي هوى ما كان ينطق عن هوى من غيثه قلبي ارتوى ذاك الذي من نوره كون أضاء بثاره والكل صلى بذكره صلوا عليه وآله هو الشفيع وهو الحبيب المصطفى صلوا عليه بكلامه قلب يلين وبكفه فاض الحنين مكارم الأخلاق في الصادق البر الأمين بكلامه قلب يلين وبكفه فاض الحنين مكارم الأخلاق في الصادق البر الأمين هو الشفيع وهو الحبيب المصطفى صلوا